خليني أرحب بالأستاذ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي. أستاذ رامي مساء الخير يا فندم. تأمور يا فندم، ازيك يا فندم؟ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ رامي، أهلا بيك فندم. أستاذ رامي، طبعا حضرتك أكيد تابعت وحضرتك سمعت فيما يتعلق بأنه يا جماعة في أمام البرلمان قانون من ضمن مواد هذا القانون أنه من حق أي حد يكشف على سرية حسابات المواطنين، وده كان بشكل واضح جدا وتداولته كمان الحقيقة السوشيال ميديا بشكل كبير وبشكل واضح. عايزين نعرف من حضرتك، ومهم جدا انه يبقى التصريح خارج من وزارة المالية، ايه مسألة التعديلات قانون الإجراءات الضريبية وحيسري على المصريين ولا حيسري على فين؟ وعايزين نقول للناس الحقيقة فين. طبعا يا فندم، كلنا فكرنا عن اللغط اللي كان حاصل الفتره اللي فاتت ديت بخصوص التعديل الماده ديت، لكن الموضوع كله الماده ديت تتعلق بتوفيق اوضاع فيما يتعلق بالمتطلبات الدوليه، ما لهاش علاقه تماما بالمواطنين المصريين او اي ضرائب محليه داخل مصر نهائيا. الموضوع كله باختصار يا فندم هو ان في متطلبات دوليه تابعة لمنتدى المنتدى العالمي للشفافيه وتبادل المعلومات لاغراض الضريبه، تتطلب ان لو مصر عندها في اي دوله اجنبيه بتحب تتعلم عن احد الشركات المقيمه في الخارج عندها اللي عندها ممكن معاملات عابره للحدود مع مصر، والشركه دي بتتصحف في دولتها بره، وبالتالي ممكن تحتاج احيانا تستعلم بعض المعلومات عن مصر. المعلومات دي بتبقى معلومات عن تعاملات تجاريه، وقد احيانا يكون فيها بعض المعاملات اللي بتسال على معاملات مصرفيه، هل التحويل ده تم من مصر؟ هل دخل الفلوس لمصر ولا لا؟ علشان تقدر تصدق على ان الشركه اللي عندها دي مش متهربه من الضرائب وان هي فعلا المعاملات دي معاملات. استاذ رامي، ما تديني مثال عشان الناس تبقى معانا في الصوره. تمام يا فندم، يعني في بعض الشركات احيانا يا فندم بتحصل يحصل ما بينها في الخارج وبين مصر تعاملات تجاريه، فبالتالي الشركه ما بين مصر خدت ما بين مصر وما بين شركات في دول اخرى. هنا دول بنتكلم أخرى عن مصر، مش بنتكلم عن افراد الشعب المصري. لا يا فندم نهائيا. وبالتالي يا فندم الشركه دي اتعاملت معامله مع من مصر، هنا اشترت بعض البضائع او صدرت حاجه لمصر هنا، هو دخلت، فبتيجي الدوله هناك وهي بتفحصها، دولتها بتفحص الشركة الأجنبية اللي موجودة في الخارج، فبتحتاج تبعت لمصر تقول لها هل المعاملة دي فعلا حقيقية؟ هل البضاعة دي دخلت عندك فعلا جوه مصر؟ هل الفلوس دي فعلا دفعت عندك من مصر للشركة عندي بره؟ وبالتالي مصلحة الضرائب المصرية بتروح تستعلم وتشوف هل فعلا المعاملة دي تمت ودي معاملة حقيقية، ولا تمت مع شركة مش موجودة فعلا في مصر والبضاعة دي ما وصلتش مصر، ده الشركة اللي بره كانت بتعمل يعني معاملة غير وهمية عشان تتهرب من الضرائب في دولتها. مصر بترد يا فندم بالمعلومات اللي اتطلبت منها، وبينتهي الموضوع لحد هنا، لأن الدولة الثانية بتاخد المعلومات دي عشان تصدق على الفحص بتاع شركتها في الخارج. ده لا يمثل المصريين في أي شيء، ولا بيتم الاطلاع، ولا يجوز يا فندم، لأن حضرتك حتى لو بصينا على نص المادة، الفقرة اللي بتتعدل في المادة، هي هتلاقي يا فندم مكتوب فيها إن هي بيتم استثناء من حكم المادة 142 بالإصلاح المعلومات فيما يتعلق بأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية. والاتفاقيات الضريبية الدولية بتخص الشركات وبتخص التعاملات ما بين الدول، ما بتخصش المواطنين المحليين، المواطنين بيسرع لهم القانون المحلي وليس الاتفاقيات الدولية. فهنا الغرض محكوم يا فندم والمادة مقفولة إن دوت لأغراض الاتفاقيات الدولية فقط، وليس لأغراض أي ضرائب أو ضرائب محلية أو أي حاجة على الأشخاص اللي موجودين في مصر. طيب احنا كده بنتكلم على الموافقة اللي حصلت النهاردة داخل مجلس النواب، وافقت على ايه؟ خلينا نقول كلام واضح للناس، هل وافقت على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية اللي تسري على العملاء مثلا الأجانب فقط؟ ولا علاقة للأفراد وللأفراد المصريين بده؟ بالظبط يا فندم، والنهارده لجنه الخطه والموازنه مجلس النواب يا فندم وافقت على التعديل دوت فيما يتعلق بالاتفاقات الدوليه للشركات الغير مقيمه في مصر، للشركات يا فندم والرعايا الاجانب اللي غير موجودين في مصر، ان يتم التبادل في المعلومات في حق الشركات ديت، وده لا يمس مصر، وده متطلب دولي برضه للتوضيح عشان تبقى فاهمه، لان مصر هتبقى خاضعه خلال الشهر القادم يا فندم لتقييم بيتم من حاجه اسمها مجموعه القرناء. التقييم ده بيطلع في الاخر زي ريتنج كده او تقييم لمصر، التقييم ده بيأثر عليها
في كذا جانب، ده بيأثر عليها في تعاملاتها مع الاتحاد الاوروبي، بيبقى في حاجه اسمها بلاك ليستنج، ولو مصر واخده تقييم منخفض في الشفافيه بيأثر عليها في ان هي تحصل على اي تمويل خارجي من الجهات الخارجيه زي بنك اعاده الاعمار الاوروبي والبنك الدولي والبنك الافريقي وكل الجهات التمويليه، والحصول على اي دعم فني. ده بيبقى ليه تأثير لو مصر خدت، او ليه تأثير على سمعه الدوله نفسها، بالاضافه ان هو ليه تأثير على وضعها الاقتصادي كمان في التعاملات مع الجهات التمويليه او التعاملات مع الاتحاد الاوروبي. الاتفاقيه دي استاذ رامي اللي مصر مضت عليها، وزي ما حضرتك بتقول من السنه اللي جايه هيبدا تطبيقه، كم دوله وافقت ومضت عليها؟ او دول الاتفاقيه دي الاتفاقيه فندم موقع عليها 145 دوله. 145 دوله، منهم دول عربيه دول اجنبيه طبعا. وال 145 دوله عندهم في البرلمان الخاص بيهم نفس النقاط اللي البرلمان المصري وافق عليه؟ بالضبط يا فندم، الضمان الاتفاقيه دي لازم يشترط يا فندم ان يكون في تعديل بالضبط زي الماده ديت، والماده ديت يا فندم موجوده في تشريعات ثانيه، احنا تقريبا واخدينها من تشريعات ثانيه برضه نفس لان هي دي متطلب دولي لازم تكون بالشكل دوت. فكل الدول المنضمه كان لازم يكون عندها ماده يا فندم بترفع بيها بتعمل التعديل دوت على موضوع الافصاح عن البيانات للدول الاجنبيه. وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا احنا كمصر هيبقى تبادلي، بمعنى قل لي انا فاهمة صح ولا غلط، لو في شخصية ما بره من خلال وعاملة شركة بره، والشخصية دي مصرية، من حق مصر ان هي تعرف الحسابات اذا كان في هناك شكوك؟ اه يا فندم، دي الاتفاقيه فيها طبعا المعامله بالمثل، والاحكام اللي فيها بتسري على الجانبين يا فندم والتمييز الاتفاقيه. ومصر لو في احد الحالات احد الشركات اللي بتهرب اموالها بره عشان تتهرب من الضرائب، مصر من حقها تبعت وتسال يا فندم الدول الاخرى على تصادق ان المعاملات دي حقيقيه ولا معاملات وهميه، نفس الحق طبعا لمصر. هي اتفاقيه بتشتغل في الجانبين. يبقى نقول الغرض منها ايه استاذ رامي في النهايه؟ الغرض منها المتهرب من الضرائب، الغرض منها لو في عمليات إرهابية، الغرض منها غسيل أموال، يعني إيه الغرض من الفكرة؟ الغرض يا فندم هنا بينقض، لو اتكلمنا على الفايده من التعديل دوت ومن الاتفاقيه هو جانبين. اول حاجه يا فندم عمليه اللي احنا نسيطر على عمليه التهرب والشركات والناس اللي بيهرب اموال للخارج عشان يتجنب سداد ضريبه ويهرب اموال للخارج، فدي بيتم السيطره عليها عن طريق عمليه التبادل المشترك للمعلومات مع الدول الثانيه، فتقدري تتبعي الناس اللي بتتهرب خارج البلد دوت جانب، بالاضافه ان الانضمام دوت التعديل دوت يحسن مستويات مصر بشكل كبير جدا في معدلات الشفافيه وتبادل المعلومات في المعايير الدوليه، وده يسهل حاله الحصول على اي تمويلات او حاله التعاون مع الاتحاد الاوروبي وحاجات زي كده، بيبقى لها تصنيفات عاليه، ده بيسمح لنا بزياده حجم التجاره مع الدول ديت، لان هم بيفتحوا بقى الابواب بتاعتهم للتجاره مع مصر، لان شايفين ان مصر دوله عندها شفافيه نقدر نتعامل ونبقى شايفين ايه اللي بيحصل. لا يوجد كشف من خلال أي جهة من الجهات تستطيع أن تتعرف على أرصدة المواطنين أو حساباتها، ده قول فصل. ده نهائي يا فندم، ما ينفعش أي جهة تبص نهائيا على حسابات المواطنين المصريين خالص، الناس دي مالهاش علاقة بده نهائيا. تمام، بشكرك أستاذ رامي، بشكرك فندم، بشكرك.